مساء الخير مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله معنا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج حديث المساء. نلتقيكم هذا المساء بعناوين وفقرات متنوعة وأيضا ضيوف يتابعونا ويرافقونا في هذا المساء، نستفيد منهم ونناقشهم أيضا بمختلف المواضيع المتنوعة. ونتعرف في البداية على أهم العناوين. مركز دبا الحصن الثقافي ودوره في الحركة الثقافية. أهمية المرافق الرياضية في المنطقة الشرقية. التخلص من رهبة المقابلات الوظيفية. نتحدث اليوم عن مركز دبا الحصن الثقافي ودوره البارز في تطوير الحركة الثقافية، واخترنا مشاهدينا هذا الموضوع للمكانة الرفيعة التي وصلت إليها إمارة الشارقة في نشر الثقافة والمعرفة، وأصبحت لها مكانتها على الخارطة الثقافية لدورها المتميز في استقطاب مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية المتنوعة، الذي هو يعتبر ثمرة للجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في مشروع سموه الثقافي، بإطلاق العديد من المبادرات التي عملت بنجاح حتى أوصلت الإمارة إلى هذا التفوق والتميز الثقافي، فأصبحت عاصمة للثقافة. يعتبر المركز الثقافي بمدينة دبا الحصن أحد المشاريع الثقافية الرائدة في المدينة، ويتبع دائرة الثقافة بالشارقة، وقد افتتحه صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 2004، ومنذ ذلك الوقت وهو ينظم ويستضيف عشرات الأنشطة سنويا وتصب في مختلف آفاق الثقافة والإبداع، ومنها على سبيل المثال مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي الذي هو أحد المهرجانات المسرحية الهامة على مستوى الدولة والمنطقة. كما يستضيف المركز الثقافي في دبا الحصن ملتقى الشارقة للمسرح العربي، وهو لقاء فكري سنوي يقرأ مستجدات الساحة المسرحية العربية عبر جملة من المحاور، ومن خلال استضافة نخبة من الفاعلين في المشهد المسرحي الممثلين لأجيال عدة وحساسيات فنية مختلفة. ويهدف أيضا إلى إثراء المجال بالمزيد من الرؤى النظرية التي تدفع بالحراك المسرحي العربي نحو آفاق أكثر مواكبة وحداثة. كما يستضيف المركز أيضا حفل تخريج أوائل الثانوية على مستوى مدينة دبا الحصن بشكل سنوي، كما استقبل المركز العام الماضي ختام مهرجان الشعر النبطي التابع لبيت الشعر النبطي في الشارقة، واستضاف أيضا ملتقى الشارقة الدولي للراوي بدورته الثامنة التابع لمعهد الشارقة للتراث، إضافة إلى استضافته بعض من عروض مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التابع لمؤسسة فن بالشارقة. يتربع المركز الثقافي في دبا الحصن وسط المدينة على ناصية شارع العقد الفريد، مضيفا إلى المكان جمالا يزيد على جماله الأصلي ولمسة أناقة مطعمة بجمال الثقافة والفكر والمعرفة، ومنسجما أيضا مع سلسلة من المباني الجميلة التي يتفرد بها ذلك الشارع والمستوحاة من العمارة الإسلامية الفريدة. وصمم المركز من وحي الطراز المعماري العربي الإسلامي وشكل لوحة فنية جاذبة. يوفر المركز مشاهدينا المركز الثقافي في دبا الحصن مركبا ثقافيا متكاملا، حيث يحتوي على مسرح وقاعة ومحاضرات، قاعة محاضرات وقاعة أيضا لعروض تتناسب وتتنوع فيها الأنشطة التي تقام فيها سنويا، وقد أسهمت تلك الجاهزية في قدرة المركز على تنفيذ برامجه الخاصة به بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في المدينة. إذن مشاهدينا من هذا الدور البارز لمركز دبا الحصن الثقافي في المدينة الفاضلة، ننتقل معكم أيضا إلى تقاريرنا المتنوعة لهذا المساء،
وتتعدد المرافق والمراكز الرياضية في المنطقة الشرقية التي تعمل على توفير مساحة لأبناء المنطقة لتفريغ وصقل مهاراتهم الرياضية، ونتعرف أكثر عن دورها في التقرير التالي. تحرص إمارة الشارقة على توفير الدعم اللازم للرياضة في المنطقة الشرقية من خلال إنشاء العديد من المرافق الرياضية الحديثة مثل مراكز التدريب والأندية لخدمة الرياضيين المحترفين والمبتدئين. يمثل اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالرياضة والرياضيين دافعاً وتحدياً لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارة الباسمة، بما يقابل هذه الرعاية التي تحظى بها الأندية في الإمارة الباسمة بتوفير المتطلبات كافة من مرافق رياضية مميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى، والاهتمام بالكوادر البشرية، بما قاد إلى خلق سمعة مميزة قادة الرياضة لمكانة عالية تدفع الأندية لتحقيق هذه الأهداف المرجوة. تحرص إمارة الشارقة على دعم كافة الرياضات سواء كانت برية أو مائية، ويظهر هذا الدعم جليا في المرافق الرياضية المنتشرة في أرجاء مدن إمارة الشارقة والاستثمارات الكبيرة في مجال الرياضة والترفيه. إذن مشاهدينا، من أهمية هذه المرافق الرياضية ننتقل أيضا إلى موضوع آخر. من أهم الخطوات التي تزيد فرصتك شخصيا لاختيارك لوظيفة معينة وقت المقابلة الشخصية هي طريقة تقديمك لنفسك، والتي تعتبر أهم من السيرة الذاتية كونها تعكس شخصية طالب الوظيفة. ولكن طبيعيا قد يكون هناك رهبة وتوتر يراود المتقدم لهذه الوظيفة، وقد تؤثر عليه سلبا حتى وإن كان مستحق لهذه الوظيفة. للحديث عن رهبة المقابلات الوظيفية وطرق تخطيها، نستضيف عبر خاصية الاتصال المرئي الأستاذة موزة حميد الفرد، خبير موارد وتنمية بشرية. أستاذة موزة، أهلا وسهلا بك. أهلاً بك أستاذة مريم، حياك الله. مرحبا وسهلا فيك أستاذة موزة. اليوم نتحدث عن رهبة المقابلات الوظيفية، وأتوقع هذا شيء طبيعي في الإنسان لما يكون عنده ممكن مقابلة تعتبر هي نقطة مفصلية في حياته، سوف يعني تغير كثير في حياته، لابد أن يكون هناك بعض التوتر وممكن حالة غير طبيعية غير مستقرة في نفسية هذا الشخص. لكن بداية، ما هي المقابلات الوظيفية وأهميتها حتى نتحدث عن هذه الرهبة؟ أشكر لك أستاذة مريم، وأشكر القناة الشرقية فرصة أن أعطيتوني الفرصة أن نحن ننقل معلومات قيمة للباحثين عن عمل والمتقدمين الوظائف. في البداية بالنسبة للمقابلة، المقابلة شو تعريفها؟ المقابلة الوظيفية هي ببساطة لقاء بين الجهة وبين اللي مترشح للوظيفة. في خلال هاللقاء التعارفي اللي مترشح للوظيفة ومقدم عليها بيتعرف للجهة على أنشطتها، وظائفها، كادرها بشكل مفصل، وفي نفس الوقت الجهة اللي طالبة أنها توظف وعندها شواغر بتتعرف على كفاءة المرشح. أهمية المقابلات الوظيفية أستاذة مريم وايد مهمة، يعني ما مر علي أي جهة اختارت موظف بدون مقابلة. المقابلة تعطي بنقول بلغتنا الشيء اللي مو مكتوب، يعطي عمق أكثر. في عندنا وايد سير ذاتية تمر علينا، يا أنها تكون مميزة لكن الكفاءة عند المقابلة نكتشف أشياء ثانية أو العكس. فالمقابلات الوظيفية مهمة جدا، وايد قصص نجاح لقيناها من خلال مقابلات وظيفية كانت على وظائف دنيا لكن تم تعيينهم على وظائف أحسن وأفضل.
صحيح، دائما هي السيرة الذاتية هي تعتبر ورقة قد لا تشرح الكثير من شخصية هذا المتقدم للوظيفة، فبالتالي المقابلة هي دائما تعطي الأبعاد الأخرى عن هذه الشخصية، وقد تفتح له المجال حتى للتعبير عن نفسه وعن ذاته، وخصوصا يمكن حتى المهارات الشخصية هي مطلوبة في مجال العمل أكثر أحيانا عن حتى المهارات العلمية المكتسبة من الدراسة أو الشهادات. طبعا من هم المرشحون للمقابلة أستاذة موزة، وهل هناك صفات معينة فيها هؤلاء المتقدمين للوظيفة؟ أستاذة مريم، أنا يمكن أبغي أوضح أن مش دائما المرشح يكون رايح للمقابلة لأن في وظيفة شاغرة، هناك جهات كثيرة لها الخيار أنها تستبق عملية إعداد كادر بالنسبة للشواغر لوظائف مستقبلية. فنحن عندنا إما هؤلاء المرشحون هم ناس استوفوا الشروط واستوفوا كافة المتطلبات للوظيفة الشاغرة، أو بيكونون مرشحين لوظائف قد تكون بنسميها بلغتنا في الرادار، يعني قادمة ولكن يمكن لم تخصص لها الميزانية، أو في مشاريع مستقبلية للجهة فتبتدي تجهز كادر، لأن تعرفين عمليات الاختيار والاختبارات مطولة وأحياناً المشاريع الوقت يكون ضيق. فإما مثل ما قلنا المرشح يكون على شاغر واضح ومعلن عنه، أو يتم دعوة مجموعة كبيرة لاختيارهم لوظائف مستقبلية. نعم، يعني المرشحون هم أما يكونوا مرشحون لشواغر جاهزة أو حتى شواغر مستقبلية قد تضعها الجهة في عين الاعتبار إن احتاجت إلى أشخاص مؤهلين لهذا الشاغر الوظيفي. طيب ما أسباب الرهبة أستاذة موزة، كون خصوصا أن المقابلة أول 30 ثانية من المقابلة هي جدا مهمة قد تعطي انطباع عن هذا الشخص، ولكن مع وجود التوتر وهذه المخاوف قد يعني تعطي طابع سلبي عن الشخص أمام المتقدم إليهم في هذه الوظيفة، فما أسباب هذا التوتر؟ بصراحة تعددت الأسباب أستاذة مريم، ويمكن نلاقيها في المرشحين اللي ما عندهم خبرة المقابلة، يعني خريج جديد، شخص عمره ما قدم على وظائف، ما عاش تجربة المقابلة، فتحسين عدم الاستعداد لهذه المقابلة ساهم أن تكون في رهبة اللي يتخللها شعور خوف من الرفض. كثير من المرشحين لما يجون وايد خايفين من الرفض، لأن الوظيفة هاي أكيد يعني معلقين عليها آمال، صحيح، وبانين عليهم مستقبلهم الوردي من خلال هذه الوظيفة، فتحسين أن في خوف كبير، إما لأنه ما بعرف شو جاينا من خلال هالمقابلة، عدم استعداد، ومعظم الأحيان تلاقين ما نقدر نقول أن السوشيال ميديا الأشياء اللي هي توصل للمرشح بشكل سلبي تخليه وايد خايف، فعلقت في ذهنه مثلاً ولد يرانا راح هالمكان وما اختاروا، ولد عمي صار هالمقابلة وايد كانت أسئلتهم صعبة، فتحسين الخوف مبني إما على عدم استعداد أو تجارب سابقة يمكن ما لاقت نجاح، خوفهم من الرفض مقارنتهم مع الآخرين، يعني مثلا جهة من الجهات المرموقة طلبت مرشحين لوظائف معينة، تلاقين المرشح لعدم ثقة فيه فيخاف، فيقول معقولة هاي الجهة بتاخذني أنا، فرايح وهو أوريدي باني تصور أنه يمكن يتم رفضه، فتلاقين الرهبة تساهم وتخليهم يدخلون المقابلة وهم مش مرتاحين، أشياء وايد ينسونها، فهاي هي الأسباب اللي أقدر أقول لك بشكل عام لقيناها في المرشحين. نعم، يمكن تكون هناك أيضا أسباب أخرى لكن فعلا هذه أهم الأسباب، ولكن دائما التفكير السلبي أتوقع كل ما افترضنا الأفكار السلبية كل ما جذبنا هذا الموضوع إلى أنفسنا، فبالتالي نبعد عنا الوصول إلى الهدف. ف
فهذه نقطة أيضا تأثر كثيرا علينا في حياتنا، سواء كان في تقدم الوظيفة أو حتى في موضوع آخر. فبالتالي كيف ممكن الشخص يستعد أستاذة موزة ويكون جاهز ويبعد عن التوتر والقلق حتى يصل إلى هذه المقابلة بكل سلامة ويسر ويحصل على هذه الوظيفة؟ بصراحة الخطوات جدا بسيطة، وايد بسيطة. أول شيء نحن نتكلم عن تعزيز ثقتنا بأنفسنا. وايد من المتقدمين أو المرشحين إيون مبحاسين أن عندهم الكفاءة لأسباب كثيرة، فلو بدينا نحن كل يوم نتمرن أن نحن نتكلم عن نقاط القوة اللي فينا، حتى لو ندونها في دفاترنا الخاصة، لو كل يوم بكتب نقطتين، مو بشرط أقول أنا عندي شهادة أو أنا عندي دارس برا أو عندي اللغة، بتكلم بقول أنا عندي مهارة الإلقاء، أنا أتكلم عدة لغات، أنا مثلاً قادر أتعلم. كل يوم أعزز نقاط القوة فيه، هالشي بيساهم أن أنا مقتنع أن أنا عندي الكفاءة. الاستعداد للمقابلة يمكن أستاذة موزة، يعني إذا بقاطعك في هذه النقطة، البعض أحياناً يضع في عين الاعتبار أن هذه الوظيفة ممكن مهاراتها أكثر ممكن تقدماً على المهارات اللي أنا أتحلى فيها كوني خريج جديد، فأيضاً هذه النقطة تعطي أقلية في الاستحقاق بنفسه أمام هذه الوظيفة، فيضع هذه الأفكار في نفسه. بيضع هذه الأفكار، لكن في نفس الوقت أنا لما أكون خريج الجهة عارفة أن أنا خريج، فأكيد ما بتسألني عن مهارات الموظف اللي صار لسنة سنتين اكتسبها. لكن مثلا بقولك كمثال، الخريج ينسأل عن روح الفريق، من وين بيجيبها؟ بيتكلم عن المشاريع اللي اشتغل فيها أيام الدراسة، فبيتكلم عن توزيع العمل، كيف أدى مهامه. أكيد أحياناً في الفرق تصير بنقول إخفاقات توزيع المسؤوليات، كيف تعدى وكيف تخطى هاي التحديات. فدائماً الخريج لما يعزز في نفسه ويتكلم مع ذاته ويذكر نفسه أنه عند النقاط المطلوبة بيتخطى هاي الرهبة، بتلاقينا تعدى من مرحلة المجهول إلى جزئية كبيرة من المعروف، لأنه عارف نقاط القوة اللي عنده، عارف أنه قادر يتعلم. يعني وايد مرت علينا حالات جميلة المرشح يقول أنا ما أعرف لكن أنا مستعدة أجيب لكم المعلومة، جميل. أو أنا ما أعرف لأني أنا خريج لكن أعطوني الفرصة وبثبت وجودي لأني أنا أفهم بسرعة وأتعلم بسرعة. قصص النجاح كثيرة، بس هي ثقة المرشح في نفسه اللي بتي من خلال ما يعزز نقاط القوة في نفسه. طيب كيف يعززها أستاذة موزة حتى يتخطى هذه النقطة؟ يعني هل هو مثلا في التقدم لهذه الوظيفة يكون باحث عن هذه مثلا الجهة، عارف شو المتطلبات، شو اللي حابينه في الشخص اللي راح يتقدم لهذا الشاغر؟ طيب نرجع للخطوات اللي هي في البداية نعزز ثقتنا بنفسنا وتمرين. أنا دائما في جلساتي اللي هي الاستعداد للمقابلات معظمهم أقولهم ابتدوا دونوا نقاط القوة فيكم يوميا، وكل يوم لازم تكون نقطة جديدة مو متكررة. لما تروح أنت مقابلة لجهة مؤسسة أكيد أنت عارف وين رايح، فبالتالي ببتدي أبحث شو هاي المؤسسة. ما نتكلم عن تفاصيل إنشائها وقوانينها وتشريعاتها، نتكلم ما هي هذه الجهة، شو قصص النجاح اللي فيها، شو مشاريعها، لأن بتنسأل سؤال في المقابلة وين تشوف نفسك في هذه الجهة. فإذا أنت مش ملم بمشاريعها وما تقدر تشوف نفسك جزء من نجاحاتها ما بتقدر ترد على الأسئلة. فبعد خطوة تعزيز الثقة نتكلم عن القراءة والبحث عن الجهة وقصص نجاحاتها ومشاريعها. الوصف الوظيفي مهم، لكن كثير من الجهات ما تزود الشخص بالوصف الوظيفي عشان يستعد للمقابلة، لكن على الأقل لازم تكون عارف أنت رايح مقابلة تخصصية، يعني أصحاب الاختصاص. يعني إذا نتكلم عن مهندسين، فهل اللي بيقابلك شخص من الموارد البشرية فمقابلة تكون عامة، أو بيكون مثلا مسؤولك المستقبلي بيكون موجود فبتكون مقابلة تخصصية. ليش نحن نطلب هالشيء أو نسأل؟ لأن إذا أنا خريج صار لي سنة سنتين ثلاث، إذا هي المقابلة تخصصية أكيد أنا أبغي أرجع
وراجع شوية من الأسئلة اللي بتفيدني. أكيد بيسألوني صحيح. مثلاً إذا أنت تخصصك بنقول تسويق أو أي تخصص ثاني، إذا سألت في مواد معينة وما جاوبت أكيد ما بيكون من اللائق تقول أنا صار لي 3 سنوات متخرج. فهاي خطوة مهمة أن أنا أعرف أنا رايح على مقابلة عامة أو تخصصية، لأن لو عامة ببتدي وايد أركز على كيف أعرف عن نفسي في المقابلة، ما هي نقاط القوة والضعف، هل حاط في بالي راتب معين، هل مستعد للسفر أو لا، هل مستعد أنك تداوم ساعات زيادة. هاي الأشياء كلها في المقابلة بشكل عام. يعني ذكرتي نقطة مهمة أستاذة موزة، هي الراتب. أحيانا بعض المتقدمين إلى شاغر معين أو وظيفة معينة يعني في البداية قد لا يشترط ممكن راتب معين، وأحيانا ينحرج حتى فقط يحصل على الوظيفة وإن كان الراتب مثلا غير مقبول. فهل لديه الحق في هذا الوقت أن يتناقش بموضوع الراتب، أم يعني يؤجل الموضوع إلى بعد ما بعد الحصول على هذه الوظيفة؟ للأمانة أستاذة مريم هو حق، لكن إذا هي المقابلة بشكل عام قبل ما أنا أروح على الأقل أفهم. إذا أنا مثلاً أعمل في جهة وأستلم راتب 10,000، ما في شيء بيخليني أروح على وظيفة راتبها 5,000 أو نفس الراتب وعدد ساعات أكثر. لكن متى يبتدي المرشح للوظيفة يتناقش في الراتب؟ أول شيء بعطي مجال للجنة، هل سألوني عن الراتب؟ بجاوب. إذا ما سألوني للأمانة، إذا شخص خريج جديد أو شخص عمره ما داوم مكان، أنا أفضل ينتظر للخطوة اللي بعدها يوم بيبتدي يتناقش في العرض الوظيفي. دائماً تكون في تقديم الطلبات اللي هو الراتب المقترح، فيقول لك مثلاً حط أقل راتب أنت حاطنه في بالك، ساعات في الجلسة الأولى اللي هي تكون مقابلة عامة لكن بحضور الموارد البشرية ومسؤولك المستقبلي، ممكن يتيحوا لك مجال لهذا النقاش. لكن للأمانة إذا شخص جديد وخريج أنا ما أنصح مناقشة الراتب من أول لقاء. نعم. فبضيف على نقاط الاستعداد أختي مريم، اللي هو الشخص لازم حاط في باله تصور، لأن السؤال المتكرر في أسئلة متكررة وفي أسئلة ممكن تستغربين أن كيفيت لشخص وشخص آخر لا، لأن النقاش يعطي مجال لأسئلة كثيرة. بنقول الأسئلة العامة، ليش اخترت هالتخصص؟ وين تشوف نفسك في المؤسسة؟ شو حاط في بالك بعد 5 سنوات؟ لذلك دائماً أقولهم اللي يمكن ما يقدر يدفع لمتخصصين يتدرب معاهم، ياخذ معاه شخص قريب وصريح ويتدرب وياه، نفس اللي هو يسوون تدريب على المقابلة، فيحطون الأسئلة ويبتدي يتدرب، وكل ما يتدرب بيعزز ثقته بنفسه وبتحسين رايح المقابلة جاهز من كل النواحي. نحن ما نتكلم نقول احفظ الأجوبة، لكن استعد إذا أنت سألت أسئلة ما جت على بالك. قالوا لك مثلا مقابلة تخصصية لكن طلعت مقابلة عامة، ما يمنع أن أنا أدون أسئلة معينة أبغي أستفسر عنها. هذه الجهة شو تعطيني من المهارات؟ شو برامجها التطويرية؟ هل في قصص نجاح لموظفين ابتدوا على وظائف دنيا وبعدين وصلوا لمناصب؟ لازم أكون عارفة أنا شو أبغي من هالجهة، هل هي بداوم فيها سنوات معينة أو أنا داخل أبغي أطور مهارة معينة؟ لازم أكون أدمج جوابي هالشيء مع اطلاعي على المؤسسة. هني لجنة المقابلة جدا تقدر ما يبحث عنه المرشح واجتهاده في أنه يتعرف على المؤسسة. جميل. فهاي النقاط اللي أقدر أقولك بتساهم وايد أنها تخفف من حدة الرهبة. وتمرين التنفس أستاذة مريم وايد فاد طبعا، لأن أسوي هالجلسات فييني الفيدباك. لما أنادي وأقول موزة دورك في المقابلة تفضلي، هني تبتدي دقات قلبك تتسارع. صحيح. فتمرين التنفس، لو أنا بسكر عيوني ثواني بس باخذ نفس وبكتم 5 seconds وعقب زفير، هني تكرار هالعملية وأنت تمشي
بيهدي من حدة الرهبة والتوتر. ممكن هذا التمرين أن يعمل المتقدم للوظيفة خلال المقابلة نفسها؟ نعم، خلال جلوسه بس بدون ما يسكر عينه أكيد، وبدون ما يخليهم أيضا ينتبهون للوضع. صح، باخذ النفس وبكتب وزفير بس مش بقوة، لكن بعد نحافظ على ابتسامتنا. قد ما أنت تبتسم لا تأخذ نظرة سلبية، لأن اللجنة جاية تتعرف عليك وأنت بتتعرف عليهم. وايد عندنا حالات المرشح رفض الوظيفة مع أنه كان مناسب والراتب مناسب، لكن قرر أنه لا، يمكن عنده وظائف أخرى أو عنده اهتمامات أخرى، أو لما طلع على وتعرف على الشركة غير رأيه. فدائما هي ثقة بالحصول على هذه الوظيفة وثقة بوجوده في هذا المكان والتعبير المناسب والهدوء أيضا، أتوقع هذه من أبرز النقاط اللي راح توصل هذا الشخص للحصول على هذه الوظيفة. طبعا الأستاذة موزة حميد الفرد خبير موارد وتنمية بشرية، كل الشكر على وجودك معنا في هذا المساء، وأيضا أعطانا هذه النصائح المهمة في الحصول على وظيفة معينة، وأيضا الهدوء خلال المقابلة الشخصية. شكرا أستاذة موزة. شكرا.